الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم أعزائي أولياء أمور وطلبة وطلبات الصف الرابع ابتدائي لغات، معاكم ما استطعت لغتي من قناة ذاكر لي حساب ومقاس. النهاردة إن شاء الله هناخد لسن جديد اللي هو بيتكلم عن حاجة اسمها ديسيمال نمبر. بيتكلم عن حاجة اسمها ديسيمال نمبر، ده طبعا التمارين بتاع كتاب المعاصر. قبل ما ناخد التمارين تعالوا كده نتكلم عن الديسيمال نمبرز. طبعا احنا طبعا انا بتكلم دلوقتي طبعا او اولياء الامور، فاحنا هنمشي بالتدريج كده بالتدريج علشان نقدر نفهم المعلومه للولد. طيب الديسيمال نمبر ده هو عباره عن بوينت كده جديد، حاجه جديده بتتكتب وسط الايه الديجيتس. طيب ده اسمه ايه؟ يعني مثلا لما اقول 4 كده وبوينت كده ده اسمه ايه؟ اقول الولد ده اسمه 4 tens، اسمه 4 tens، هو 10 عادية جدا بس اخرها THS. طيب ده اسمه برضو 5 tens، ده 6 tens، 7 tens، طبعا في هنا زيروهات وهنعرف دلوقتي الزيروهات دي فايدتها ايه. ده 4 tens 5 tens 6 tens 7 tens، خلاص ده اسم ليه؟ لان ده اصلها يا حبيب قلبي 4 over 10. ده 5 tens didn't get من ايه؟ دي اصلها 5 over 10. طب وال 6 اصلها 6 over 10. طب وال 7 7 over 10. طيب لما يجي مثلا يجيب لي مثلا 17 دي اسمها 1700s، 1700 اخر 100 عاديه واخرها تي اتش اس. hundreds. طب مثلا دي اسمها 2800s. طب ده مثلا اسمها ايه؟ 3500s. طب ده 4800s وهكذا برضو. خلاص دي دي اصلها 2800s، اصلها over 100. طيب انا امتى اعرف ايه الفرق ما بين التنس وبين الهندردز؟ بتلاقي البوينت هنا بعد 1 ديجيت وبتلاقي هنا البوينت بعد 2 ديجيت، after 2 ديجيت. يبقى البوينت هنا after 1 digit طبعا من ايه؟ from starting from a right، يعني هنبتدي من ناحيه اليمين. وهنا برضو نفس الكلام، يعني من ناحيه اليمين البوينت هنا بعد 2 digit after 2 digit، هنا برضو after 2 digit، فعشان كده اسمها hundreds. طيب لو جه مثلا ديت هيبقى 375 thousands اخرها THS برضو. طيب دي بقى اقول له بقى دي بقى تتقرا ايه يا حبيب قلبي؟ دي تتقرا ايه؟ هيقول 1 tens. لا طبعا غلط، ليه؟ لان البوينت هنا بعد 2 ديجيت، فالمفروض هنا اقول 100s. 100s. طيب ماما ايه يعني ايه اصلا 4 tens و 5 tens و 6 tens دي معناها ايه؟ هقول لك معناها يعني ايه. انت مثلا فرضا ان انت جبت في الاملا بتاعت الانجليش مثلا ايه 8 over 10 8 from 10، يعني 8 من ايه؟ من 10. اهي دي بالظبط احنا بنحولها بنعملها convert from fraction to حاجه اسمها decimal number. دي اصلها 8 over او دي اسمها 8 tens، يعني 8 من ال 10. 8 من ال 10، خلي بالك لازم اقولها بالعربي كده، 8 من ال 10، تمام؟ 8 من الايه؟ من ال 10. طب دي برضو 7 over 10 هيبقى اصلها 7 tens. تمام. طب انت جبت مثلا في الامتحان بتاع الساينس الترم الاول جبت كام؟ هيقول لك مثلا 98 فروم كام؟ فروم 100. يبقى دي بقى لما نيجي نعمل لها كونفيرت تو ديسيمال نمبر اصلها 98 وديسيمال او ايه 100، عشان هي اساسا 100s. طيب السؤال بقى دلوقتي بقى هيجي يقول لي اعمل لي كونفيرت فروم فراكشنز تو ديسيمال نمبر ازاي؟ مثلا لما يجي مثلا يقوم قايل لي ايه 7 اوفر 10 وجنبها 5 كده، ولازم اخر الوقت اقول له مثلا احنا هنعمل كونفيرت، ده اسمه فراكشن، ده احنا قاعدين ناخد ونتقرف فيه من اول الترم، هنحوله ديسيمال نمبر اللي هو الرقم اللي هو في البوينت ده. نحوله ازاي؟ ال7 ده بينزل زي ما هو عادي جدا، والزيرو هنا الزيرو هنا هتتحول لبوينت، هتتحول لبوينت. البوينت ده هو اللي بيقول لي هيتحط فين، او بمعنى اصح عشان بس ما يحصلش لخبطه انا يعني في هو في طرق كتيره بتتحل بيها. ال7 هتاخد مكان الزيرو اهوت اهو، خلاص لسه في حاجات تانية تحت، لا احط البوينت بقى وتفضل الفايف. مش فاهم؟ تعالى كده نحل في التمرين اهو. بقول هنا رايت اتش اوف ذا فولوينج يوزنج ذا ديسيمال بوينتس از ان ذا اكزامبل. طيب انا ايه اخلي؟ طبعا عشان التمرين صغيره وقليله انا اعمل كراسه لابني اديله فيها مسائل في الكراسه اكتبها له واخليه يحلها، او
او لو مثلا في لضيق الوقت او الولد بيزهق بسرعه وعايز الحقه يفهم في الدرس، يفهم الدرس قبل ما يزهق، ان انا اخليه يحل المسائل ديت، المسائل دي كلها بس في ورقه خارجيه، ما يحلش في نفس الكتاب، ورقه خارجيه. وبعد ما يخلص حل او مقطع الورقه عشان هيبقى هياخده هوم ورك، يحله لوحده. طيب دي مثلا اهو التو هتاخد مكان الزيرو، خلاص ما عادش تفضل حاجه تحت، هحط البوينت والسيفن زي ما هي. هنا الوان برضه هياخد مكان الزيرو والبوينت وفايف، الفايف ديت بتتكتب زي ما هي. السيفن هياخد مكان الزيرو ينزل هنا، وما تفضليش حاجه احط البوينت والايت. دبل فور برضه هياخد مكان الزيرو والبوينت، ما تفضلش حاجه هنا، يعني هنا زيرو على فكره، هنا زيرو. الوان هياخد مكان الزيرو والبوينت ومحطط زيرو. الثري هياخد مكان الزيرو، احط الثري والبوينت، ودي اتفضل لي هنا 15. الفايف هياخد مكان الزيرو بيبقى 5 وبوينت 142. السيفن هياخد مكان الزيرو بيبقى 7 بوينت، والتن دي زي ما هي، وهكذا. طب دي تتكرر ايه؟ 7 اند 2 تنسز. 7 اند 7 ببدا من هنا starting from left، يعني ببدا القرايه reading from left من اليمين من الشمال. 7 اند 2 تنس، 5 and 1 tens، 8 and 7 tens، ده اسمه 4 tens، ما يقولش بقى 0 and، لا 4 tens على طول، 1 tens، 15 and 3 tens، 10 and 7 tens، 142 and 5 tens. تمام. طب هنا بيقول لي العكس، خلي بالك قال لي convert each of the following decimal number to proper fraction or mixed number as in the example، يعني بيقول لي حولهولي بالميكسد نمبر وبروبر فراكشن، في بروبر فراكشن وميكسد نمبر او ان زي ميكسد نمبر. طب هنعمل ايه؟ هنرجع كل حاجه زي ما كانها. ازاي؟ دي اسمها 4 تنس صح؟ اصلها ايه؟ 4 اوفر 10 بس كده، وال9 دي زي ما هي. دي اسمها 2 تنس صح؟ اصلها ايه؟ 2 اوفر 10 وال1 زي ما هي. دي اصلها ايه؟ 7 اوفر 10، يعني 7 اوفر 10 7 تنس اصلها 7 اوفر 10 وال6 دي زي ما هي. دي اصلها 3 اوفر 10 عشان اسمها 3 تنس، ودي 1 تنس يبقى 1 اصلها 1 اوفر 10 و97 زي ما هي، ودي 7 اوفر 10 واصلها 345. ده بقى ايه التقيل، يعني هنخليها دلوقتي، هنرجع لها بس هنخليها دلوقتي كده. هنا بيقول لي 7 تنس، 7 تنسز هي بتتكتب كده. طب 5 اند 8 تنس، 5 اند ابقى ال 5 اوقف، انا اقول لابني عشان هو كده كده طبيعي هيتلخبط فيها، اقول له اقف لحد كلمه اند، اول ما تلاقي كلمه اند حط البوينت. 18 ادي ال 18، 18 اند ادي ال 18 والاند بوينت، 6 تنس ادي ال 6 تنس، 76 اند 76 اند ديت اقوم حاطط بوينت، 3 تنسز ادي 3 تنس، 635 اند هم عملوا شرطه كده، يبقى 600 35 اند هيت 9 تنس. تمام. 940 اند تنس ادي 940 اقف لحد كلمه اند 40 واند بوينت 1 تنس. 301 بوينت عشان اند عند الاند 5 تنس. 2716 اند 2716 اند بوينت و 8 تنس حاطط الايه 8 تنس. طب تمام، هنا طبعا اللي بيقول لي اكتبها لي بالليترز او بالايه بالوردز، واظن ده سهله. طيب تعال نرجع بقى للايه للمسائل ديت اللي هي اصلا بتيجي في الامتحان. بيقول لي convert each of the following into decimal form as in the example، وطبيعي جدا جدا ان هو هيتلخبط في دي كتير. خلاص، ولو الولد فهمها بسرعه، الولد بيفهمها بسرعه، يبقى الولد ده على فكره كويس في الماس ومش وحش. لو فهمها بسرعه وحلها بسرعه يبقى الولد ده كويس في الماس. يعني المسائل ديت من العلامات الدلاليه اللي بتدل الولد ده بيفهم. الولد ده بيفهم حتى لو كان جاب درجه وحشه. خلي بالكوا يعني. طب معنى كده لو ما فهمهاش يبقى الولد ما بيفهمش؟ لا طبعا، بس انا بتكلم لو الولد فهمها بسرعه، ولد فهمها بسرعه، دي من ضمن العلامات اللي بتبين ان الولد ده كويس جدا. بس هي المشكله بقى في الظروف المهيئه او ايا كان اللي حصل له دروب في الترم الاول. 9 اوفر 2، انا عايز هنا اعمل له convert to decimal number، يعني لازم انا اقول له انا عايز احولها من الفراكشن للديسيمال نمبر، يعني رقم في بوينت زي ده كده. طيب ايه المشكله؟ لازم بقى يخلي باله من الحته دي. المشكله ان لازم يكون الدينومينيتورز لازم اخليه يا 10 يا 100 يا 1000.
لازم يكون الدينومينيتورز اللي تحت ده داينومينيتورز ده لازم يكون يا 10 يا 100 يا 1000 لازم. طب هنا مش تو ولا 100 ولا 1000 يبقى انت لازم تخليه مش هتنفع الا بكده. يبقى هي دي مشكلتك بقى. يبقى علشان تعمل فراكشنز تو ديسيمال نمبر، والديسيمال نمبر يعني ايه يا حبيبي؟ يعني رقم بالبوينت. تمام قوي. يبقى لازم يكون الداينومينيتورز ايه؟ يا 10 يا 100 يا 1000. طب هنا يا ماما انا هعمل ايه؟ مفيش فيها مشكله خالص، هنحلها بقى كلها بقى كلها بحل واحد ايه؟ بالباي، بالمالتبلاي، بالتايمز. يعني ايه؟ هتقول في سرك 2 تايمز ايه عشان يديني 10. اشمعنى 10؟ ما قلت لك لازم تخلي كلها تبقى 10 عشان اقدر اعملها كونفيرت زي المسائل اللي فوق. 2 باي ايه يديني 10؟ 2 باي يديني 10. ها 2 باي 5 او ما عامل هنا باي 5 هنا وباي 5 فوق برضو. ما تعملش اللي تحت وتسيب اللي فوق. طب يا ماما 5 باي 9 ايكوالز ايه؟ 45. ام كاتب 45 اوفر 2 باي 5 ايكوالز ايه؟ 10. ام كاتب 10. طب بعدين يا ماما بس كده خلاص ال5 هياخد مكان الايه؟ الزيرو، تنزل وما عادش فيه حاجه تحت، احط البوينت والفورد زي ما هي. والفورد زي ما هي طبعا كتاب المعاصر بقى جايب نقط كتيره علشان هو عايز بقى الحل الايه بتاعه. يعني احنا عملنا ديت، عمل دي بخطوه هنا اللي احنا عملناه ديت، بس انا مش عايز اكبرها على فكره على الطالب. بس طبعا عمره ما يجيب له في الامتحان يقول له نقط كوانز نقط كوانز نقط، لا هو ما بيجبرش الطالب بيحل ازاي، هو الحل على طول لان النظام بوكلت. تمام تمام. هنا التو هتتضرب في الايه؟ برضو في الفايف، فايف كده وفايف كده. ما كبرهاش بقى، ما اقولش بقى اذا كتاب معاصر الولد لو لقى المساله طويله هيتخنق لان لسه في مسائل جايه تقيله. يبقى 2 باي 5 اهو 5 باي 7 ايكوال 35. تمام. و2 باي 5 ايكوال 10. يلا عايزين نحولها بقى بديسيمال نمبر. ال5 هياخد مكان الايه؟ الزيرو، ينزل زي ما هو. ما تفضليش حاجه تحت خلاص، خلصت. اهم حاجه اللي تحت احط البوينت واقوم حاطط ال3. وممكن دي تتحل بطريقه ثانيه اللي هو ايه؟ بقول لل35 انزل يا 30 يا 5. تمام. والزيرو ده بيتحول لبوينت بيتحط بعد 1 نمبرز او 1 ديجيت هنا. طب لو كان هي 2 0 يبقى يتحط بعد 2 ديجيت، بعد رقمين. طيب تعال نشوف ديت اهي 5 باي a ايكوالز 10. اهم حاجه عندي الداينومينيتورز 5 باي 2 ماشي، يبقى هنا باي 2 وهنا باي 2. 2 باي 9 ايكوالز 18 اوفر 2 باي 5 ايكوالز 10. النمبرز ده بينزل زي ما هو الديجيت ده، والزيرو بتحول لبوينت بعد 1 نمبر او بعد 1 ديجيت. الهاف دايما لازم يحفظها ب 5 تنس لان ده هتقابلنا كتير، يعني الحاجات اللي هيحفظها دي. الهاف ايكوالز 5 تنس. الكوارترز دي مهمه جدا جدا جدا، وده على فكره لازم تيجي في الامتحان. بلاش الزيرو ده. ليه؟ عشان حاجات تانية يعني في دماغي كده. 25 3 اوفر 4 او 3 كوارترز 75، وعندك 1 اوفر 8 ايكوالز 125 والبوينت، وعندي كمان 3 اوفر 8 ايكوال 375 بوينت. دول مهمين جدا جدا جدا. طب تمام الهاف اهيت خلاص ال 5 تنس على طول. طب 2 برضه هتتضرب في ال 5 خلاص كل ده في ال 5. طب هنا 3 برضه ال 5 برضه هنا. بص شوف شوف دي شوف دي دي بتتكتب زي ما هي اهيت، هيكون حافظ دي ساعتها بقى الهاف 5 تنس. طب مش ممكن ما ياخدش درجه علشان مثلا لازما بالخطوات؟ لا طبعا ما عادش في حاجه اسمها خطوات، قليل جدا الى المسائل الثانيه اللي هي الكلاميه علشان طبعا بقى النظام بوكلت. طب تمام. هنا 20 هنا 20 ايه انا عايز اخليها 10 قلنا بالمالتبلاي. طب ازاي؟ اقول لك على حاجه عشان تبقى بسيطه على الولد، هقول له 14 دي ايه باي ايه؟ ويقول لي 2 باي 7 اهو. وال 20 2 باي 10 شيل دي مع دي اتفضل لي 7 اوفر 10 بس كده بقت 7 تنس. ال 7 ياخد مكان الزيرو واحط البوينت بس كده. طب 15 عندي 3 باي 5. طب 50 5 باي 10 اشيل ال 5 مع ال 5 ايكوال الريميندر عندي ايه؟ 3 اوفر 10. ال 3 ياخد مكان الزيرو او ال 3 والبوينت تتحط بعد 1 ديجيت وبعد كده الزيرو، بقت 3 تنس. بقت 3 تنس. هنستكفي بالقدر ده. الولد عايز يحل تمارين كتير، هيحصل عنده تداخل في المعلومات ما بين ديسيمال نمبر فراكشن ميكسد بروبر امبروبر
فلازم هما 5 حاجات لازم اخليه اميز ما بينهم، يميز ما بين ادوله الارقام ديت قدامه واقول له دي ايه، دي امبروبر ولا بروبر ولا كونفيرت ولا ميكسد ولا كذا ولا كذا. تمام، اشوفك خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.